قوليلي بقى ايه الحل؟ هنتصرف معاهم ازاي؟ الحل اهو، جبت لهم ارقام هنعلقها لهم عشان نعرفهم من بعض. فكرة حلوة جدا، يلا بينا. يبقوا يوروني بقى هيضحكوا علينا ازاي بعد كده. كده ملهمش حجة، اللي هيعمل حاجة هيبقى معروف. كده اتكشفنا يا رجالة، اللي هيعمل حاجة هيتعرف. ما تقلقوش، كل حاجة وليها حل. أنا أصلاً مش فارق معايا، أنا ما بعملش حاجة غلط ولا أنا بعمل حاجة غلط. صباح الخير. صباح الخير، امال فين الباقي؟ لسه نايمين، احنا عايزين المصروف. اتفضل. سجلي عندك، احمد واحد وليل اتنين خدوا مصروفهم. تمام، كله مكتوب. صباح الخير، احنا عايزين المصروف. اتفضل. سجلي عندك، احمد ثلاثة وليلي واحد خدوا مصروفه. تمام، كله مكتوب. صباح الخير، احنا عايزين المصروف، انا ما خدتش. مفيش غير احمد اتنين بس هو اللي ما خدش مصروف. وانا ما خدتش، وانا كمان يا مامي ما خدتش. ايه اللي بيحصل ده بقى؟ موضوع الارقام ده شكله مش هينفع برضه. صباح الخير، احنا عايزين المصروف. في حد فيكم بينصب؟ ايوه،